فاتت النهارده بنشوف ملعب الاهلي او استاد الاهلي والسلام، شراكه كبيره جدا الحقيقه بين الاهلي نادي القرن الافريقي وتاني اكتر انديه العالم تتويجا بالالقاب، وشركه شركه المصريه للاتصالات الوي اللي بتعتبر طبعا اول مشغل اتصالات متكامل في مصر والراعي الرسمي للنادي الاهلي، ترجمه حقيقيه للشراكه بين كيانين كبار جدا الحقيقه. بنشوف زي ما حضراتكم شايفين وزي ما انت شايف كابتن عبد الجليل في على الشاشه، دي لقطات الحقيقه من داخل صرح رياضي جديد بيتكتب عليه وبيتحط عليه اسم وشعار النادي الاهلي. يوم بيتهيألي يا ساره زي ما قلنا مهم جدا واستثنائي جدا، وحلم كبير من احلام الجماهير بتتحقق النهارده. حلم من احلام الجماهير وحلم من احلام الادارات على مر الفترات دي. الحقيقه احمد زي ما قلنا احنا مبسوطين ان احنا جزء من تطوير مرحله تطوير في الكيان الكبير ده، زي ما كنا مع حضراتكم من اول يوم ووعدنا حضراتكم بحاجات مختلفه جدا وهنشوف تطوير اكتر. الحقيقه هو فعلا يعني حلم بيتحقق لكل الاهلاويه. الحقيقه الاهلي وعد جماهيره واوفى، وايضا شركه استادات وعدت واوفت. اللي حضراتكم هتشوفوه النهارده او فكره استاد الاهلي والسلام اكبر بكتير جدا من فكره ملعب كوره، واحنا زي ما اتكلمنا في الاهلي انه لو بنتكلم على اهلي بنحطه بين اكبر الاسماء على مستوى العالم في الرياضه وفي كره القدم على وجه التحديد، هنشوف منظومه متكامله سواء فيما يتعلق بغرف لاعبين، ممرات بين المدرجات، كاميرات القناه النهارده موجوده وهتنقل لحضراتكم كل التفاصيل المتعلقه. وخدوا بال حضراتكم في معلومه مهمه جدا اللي هتشوفوه وتتابعوه معانا النهارده هو مجرد مرحله اولى من مراحل تطوير الاستاد اللي التي لن تتوقف عن الصور والمشاهد اللي حضراتكم هتتابعوها. هنشوف كمان متحف خاص بالنادي الاهلي بيضم معظم الكؤوس والبطولات والمتعلقات الشخصيه لابرز نجوم النادي زي برشلونه زي ليفربول زي الانديه دي، لان احنا ما نقلش عنهم. احنا بالتاكيد بالتاكيد كابتن عبد الجليل هنشوف غرف ملابس اللاعبين، هنشوف قاعه مؤتمرات داخل الاستاد يا ساره. واعتقد ان الموضوع برده مش بس مجرد زياره نروح نتفرج على ماتش كوره، الموضوع اكبر من كده بكتير. هيكون في قلنا يوم ترفيهي كمان يا احمد اللي صحيح. الجمهور يقدر يروح الملعب ويشوف، هيشوف الحقيقه يعني على اعلى مستوى، تقنيات كلها جديده ما جاتش مصر قبل كده، حاجات الحقيقه مبهره. احنا لما كنا بنتفرج على الصور والفيديوز يا احمد كنا بنقول حاجه كده شبه الملاعب بتاعت بره تشامبيونز ليج قوي. ده كابتن عمرو انور بتهيألي اللي موجود، وكابتن احمد فوزي اللعيبه القدامى بالظبط كده. مصطفى النهارده طبعا بدات طبعا كل نجوم الاهلي القدامى هيكونوا يتوافدوا عشان يحضروا افتتاح الاستاد او ملعب الاهلي. ده حقهم وده كان حلمك يعني. يا كابتن ان يبقى في استاد للنادي الاهلي؟ بصراحه من زمان الاهلي لما بيبتدي عمل الصاله المغطاه ما كناش نحلم يبقى عندنا صاله مغطاه بالعظمه دي. ما كناش نحلم ان يبقى عندنا نادي في مدينه نصر. ما كناش نحلم، احنا كل الفرق ايام الناشئين كنا بنتمرن في ملعب ده كابتن بيومي فؤاد، تعرفه؟ لا يعني بشوفه كده بسيط كده في رمضان كابتن يعني. كابتن بيومي فؤاد هيعلق النهارده، هو معلق مباراه القدامى اللاعبين القدامى اول مباراه. لا بيومي رايح في اي حاجه يعني في اي حاجة. انت لو فتحت الحنفيه هتلاقيه نازل لك منها. لكن الحقيقه زي ما كنت بكلم انا وساره كابتن عبد الجليل الموضوع الحقيقه نقله نوعيه لفكره ملعب او استاد على مستوى مصر. احنا بنتكلم زي ما قلت من شويه طبعا البنيه التحتيه الخاصه بالاستاد طورت بشكل كبير جدا أكيد. شركه وي طورتها الكيبلز الالياف النتوركس الموجوده في متحف النادي الاهلي زي ما قلت لحضراتكم، في قاعه مؤتمرات على اعلى مستوى، في اماكن مخصصه لذوي الاحتياجات الخاصة.